قضية المعابر البرية، وكانت لي زيارة في شهر جويلية إلى المعبر البري دبدب، أنه كل الشروط متوفرة بكل صراحة. هدفنا الوحيد هو البدء وفي عجالة في عملية التصدير عبر هذا المعبر، وبالتالي أعتقد أنه الجانب الجزائري احنا رانا على استعداد على أهبة الانطلاق في عملية التصدير للجارة ليبيا، وبالتالي فيه احتمال أنه يكون فيه يعني حلول في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله لإشكالية التصدير عبر هذا المعبر. لا يوجد معبر تبدأ فقط، هناك معبر عين قزام، وكانت لي زيارة مع وفد هام جدا المديرية العامة. الهدف الوحيد هو التعجيل بعملية التصدير للمتعاملين اقتصادينا، وفرض المنتوج الجزائري خاصة على مستوى الدول الإفريقية. هذا هو هدفنا الوحيد، وهذا هو يعني المغزى الأساسي اللي نسعى له كمديرية عامة للجمارك في تنفيذ السياسة العامة للسلطات العليا للبلاد.